القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية. وزيرة الهجرة تنفي وصول أي مركب من إيطاليا بصورة غير شرعية تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد. البنك المركزي يعلن تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب كورونا. واصلت القوات المسلحة أعمال التطهير والتعقيم لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية. المزيد في سياق التقرير التالي. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. استكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر، حيث تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد، بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط. كما تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق أنور السادات وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن انتظار، فضلا عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى والتي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها. كما تم دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم، علاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبري قصر النيل، وذلك لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية. وقد حرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات من خلال أسلوب علمي يضمن التنفيذ بأعلى جودة ولأكبر مساحة ممكنة، فضلا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في أوقات متأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطيل حركة المرور وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائي بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين في ذلك التوقيت. يأتي ذلك في إطار قيام القوات المسلحة بتقديم المعاونة لكافة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري. نفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بصورة غير شرعية إلى محافظة كفر الشيخ تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد. وأكدت الوزيرة أن الجهات الأمنية المسؤولة لم ترصد أي مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه. أعلن البنك المركزي المصري اليوم تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر وذلك بسبب كورونا، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العام وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. خصصت وزارة الأوقاف رقم وذلك لتلقي أي مخالفات عبر المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية للإبلاغ عن مخالفات غلق المساجد، حيث أكدت وزارة الأوقاف أنه لا مساس بمستحقات العاملين بها مدة غلق المساجد.